شكرا. إن مدرسة الإيتام الابتدائية التي تأسست سنة 1973 هي صرح قديم بإنجازه وعجيد في عطائه، إذ خرجت عبر كل هذه السنين الكثير من طلاب العلم ورفضت المجتمع بالكثير من الطاقات والإمكانات والقدرات، بالإضافة إلى صناعة أجيال ربت وعلمت واجتهدت. وأنا الماثلة أمامكم إحدى بنات هذه المدرسة مثل ما بعض زميلاتي الأخريات. سعدنا أن نحضر هذا اليوم بفعاليتكم بمناسبة عيد المعلم وعيد المرأة وعيد الربيع وكل الأعياد، وإن شاء الله دوم أيامكم أعياد، ونتمنى لكم الموفقية والنجاح. إحنا نطالب بناتنا وتلميذاتنا أن يواظبون بالدوام ويدرسون بشكل أفضل حتى يحققون نتائج متميزة مثل ما عودتنا هذه المدرسة أن تكون ضمن المراكز الأولى في محافظة نينوى على مستوى النتائج، وخاصة طالبات الصف السادس الابتدائي. Thank you.